إن شاء الله تكونوا بخير. طبعاً اليوم بكرة العيد وإحنا كتير متحمسين ومجهزين أغراضنا، واليوم جايين نعمل شعرنا عند الصالون. قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، لا تنسوا تشوفوا قناة هم تي في، ويلا نبلش. هلا بنحط مناكير. شو بدك تختاري؟ انا حابه اللون الازرق. طبعا ازرق وجود. وانا يلو. وانا بنتج. انت بدك الازرق صح؟ يلا روحي قاعدي. انسوي شو بدك لون؟ بيربل. يلا قاعدي. نحط شكل على اطفال. يلا ايش رح تختاري انت من هذه؟ انا عجبني هذا. عجبك هذا؟ ماما يبقى استحق. عجبني هذا. واو حلو. وجود عجبها حاد. شو جود؟ فراشة؟ زرقاء ولا صفرة بدك؟ زرقاء. اوكي خلص، هي جود بدها فراشة زرقاء. وشهد؟ شهد محتارة لسه. وما انت بيربل. وانتي بيربل ولا اصفر؟ شو رأيك هاي الصفرة الصغيرة؟ شو رأيك؟ اوكي صار. فرجيني اياها اشي. واو فيها. واو انا حطيت فراشة كتير. وشهودة انا حطيت وردة. واو يا عيني احلى الوردة.
أيمن جوجو. واو. يلا هلا كل واحدة تتعبي بالكيس، كل واحدة ايش. جود شو بتحبي؟ ماما مو حبة حبة هيك. هذا ابن ابو حسن والله جوجو. هي ذاك عندي ولد شحتن عزمه، هذا ربي عندنا هون كان هالقد. لا لا اطول شوي. انا نعم وفضل من الله تفضل السياره حمود. واو ما احلاهم. هذا اخذت منا هان ما شاء الله شهد. طيب وشوكليت ما حطيتوا شوكليت؟ لا لا انا حطيت شوكليت من هاي. لا من اللي جوا. هاي اختاري. هيك خلاص؟ مرة واحدة.